يعني رجع بنسمع هالموسيقى الحلوة، يعني للموسيقى جزء كبير بحياتنا، فعدد كبير من الأشخاص حول العالم بيستمعوا إلى أنواع وأنماط موسيقية كتير حلوة، لكن عدد قليل منهم بيدرك أنه للموسيقى فوائد إنسانية كتير كبيرة. من الأحيان بتشكل علاج شافي لاضطرابات وأمراض كمان كبيرة ومتنوعة. العلاج بالموسيقى ميسان أصبح حقيقة بأيامنا، ولا سيما مع تطور الأبحاث حول قدرتها الشافية وأكيد أهميتها. وهالموضوع رح نتوسع فيه أكثر ونستكمل طرق العلاج بالموسيقى مع الأستاذ جوان قروجوني، مدير عام دار الأوبرا. يسعد صباحك أستاذ. صباح الفل، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ، وشكرا على المعزوفة اللي بدينا فيها هالفقرة الجميلة. يمكن حكينا بالحلقات السابقة عن العلاج بالموسيقى، وانه هذا الموضوع يمكن ما بقى صار جديد، صار شيء واقعي وموجود على الارض. خلينا اليوم نحكي كيف عم يكون هذا العلاج. اول شيء بشكركم للمره الثانيه لتسليط الضوء على هالمشروع، لانه فعلا نحن كلياتنا بحاجه له. ومثل ما حكينا المره الماضيه، العلاج الموسيقي هو احد خطوط العلاج اللي بيستخدمها الطبيب بشكل عام مع المريض. برجع بأكد قبل كل شيء، نحن ما لنا مضطرين نكون مرضى اصلا لنسمع موسيقى. نحن بنسمع موسيقى بكل الاحوال، لكن الافضل انه المختص يقول لك شو تسمعي موسيقى. بمعنى هلا انا يمكن شوي رح اكون، يعني اللي حاحكي يمكن يكون شوي صادم للي عم يسمعني. يعني انا من الناس اللي بسمع ادورها ادور ادور واعطيني شحطه مثلا وتحكي قلبي، بس لما بدي اسمع موسيقى لها علاقه بغذاء الروح اكيد ما بسمع هذه الاغنيه او اغنيه او مثلا. اذا بالمقابل اذا نحن عندنا حفله عيد ميلاد، ما معقول اجي احط انا مثلا قداس موزارت بهذا، ما هيك؟ هذا بصير استخدام خطا للموسيقى. انا عم لاحظ انه جزء كبير من الناس هي بتسمع موسيقى، لكن بتسمع موسيقى إما غلط أو بالوقت الغلط. في موسيقى بتسمعيها الصبح بتعكرك، وهي نفس الموسيقى إذا بتسمعيها المساء بتروقك نفسها. تمام. فنحن من هون هذا المدخل اللي بنحكي فيه كيفية استخدام هاي الموسيقى، سبب استخدامها، هل هو في سبب ولا لا، بس للاستماع حسب الحالة. أستاذ جوان، يعني أكيد الموسيقى هي بتعتبر يمكن المتنفس لبعض الحالات والاضطرابات يمكن اللي عم يمر فيها أي فرد. ذكرت لنا كيف عم يكون طريق العلاج بالحلقات الماضية، لكن اليوم حابين نعرف عن الحالات يلي حضرتك عالجتها عن طريق الموسيقى وكيف كانت الاستفادة. شوفي، هلا الفائدة كانت أكبر من المتوقع وأسرع من المتوقع بكتير. حأحكي عن بعض الحالات. مثلا جاءتنا سيدة حامل تعاني من اكتئاب الحمل ويلي اكتئاب الولادة. أحد الأسباب يعني أو أحد النتائج أو العوارض للاكتئاب هو عدم النوم. فهي أيام طويلة تتجاوز الشهر هي ما لا نايمة، وبالتالي في عندها إرهاق بشكل عام بالجسم، إرهاق ذهني وجسدي. هلأ الطبيب بكل بساطة بيقدر يعطيها منوم ونيمة، لكن هي بهالحالة بتخسر الإرضاع. فنحن حللنا لها هذا المشكلة بدون ما نستخدم أي دواء، جلسة موسيقى معينة وعطيتها جرعة موسيقى مثل الدواء تماماً اللي بتسمعيها المساء، ونامت 14 ساعة. جرعة موسيقى. ايه، وجرعة موسيقى خفيفة. يعني أنا قلت لها للسيدة إنه هلا رح أعطيكي هاي الجرعة، إذا ما نمتي بتقل لك العيار شوي. هلا هي عم تحكي معي عم تقول لي إيه، يمكن عم تسايرني كانت. ايه، بس هي نامت من الجرعة الأولى فمعناته كثير مصيبة. يعني الجرعة الثانية ما بقى بتفيق. أستاذ جوان، يعني هذا اللي عم خبرك عليه. أحيانا قد يستخدم الشخص بدون ما ينتبه يكون استخدم جرعة ثانية أو ثالثة،
فبيعمل تأثير عكسي، ممكن توتره الجرعة الثانية انه هو يحاول يروق ما بيمشي الحال. هل هي فقط الاضطرابات النفسية يلي يعني بيتم علاجها بالموسيقى، او حتى ممكن الاشخاص يلي عندهم امراض صحية فعلية بس كمان عم تأثر يعني نفسيا عليهم، هذا الشيء بيساعد من تخفيف؟ لانه التوتر يمكن هو عم يكون حتى للي عنده اي مرض عم يزيد المرض عليه، يعني الضغط النفسي. هلا شوفي، هن ثلاث اجزاء، العصبي له علاقة بعمل الدماغ، وعمل الدماغ مفرع أكثر من فرع. الأول هو ضعف عمل الدماغ أو قصور عمل الدماغ، والثاني هو ما بالضرورة يكون في قصور لكن تنمية الدماغ. هلا بحكي عن حالة تعليمية بدنا نحكي فيها. الحالة الثانية هي النفسية، تشمل التوتر، القلق، الأرق، الاكتئاب بأشكاله، وقد يكونوا متداخلين. الحالة الثالثة هي وقائية للحامل ولجنين تعليمية. هلا في أمور تانية حتى عضوية، يعني في موسيقى بتخفف من الألم بشكل عام، في موسيقى للصداع النصفي، لآلام المفاصل، تشنج العضلات أسفل الظهر، أعلى الظهر، في هيك شيء، حتى طنين الأذن له معالجة موسيقية صوتية خليني أقول، يعني بتروح بأكثر باتجاه الصوت أكثر من موسيقى كلحن، لكن هي كلها بتنحل. هلا رح اقول لك شغله، بمركز دمر الطبي الاسبوع الماضي جنين بالاسبوع 32 اعتقد شهر السابع، صبيه اسمها جوليا، ان شاء الله بتجي وبتفرح فيها امها، اعطيناها درس لغه عربيه، والاسبوع اللي بعده اخذنا درس انجليزي، وان شاء الله تكون المدام عم تشوفني هلا، لانه هي شافت بعينها النتيجه وشافت كيف لما قطعت عنها شوي لسبب ما يومين، ولما رجعت لها كيف صارت تضرب وعرفت الموسيقى وعرفت الأحرف اللغة الإنجليزية. طبعا نحن بنزرع المعلومة بعقل الطفل، لغات، رياضيات، يلي بدنا اياه بس يولد، بنحول الصوت إلى شيء مرئي. يعني هي بتعرف A B C، عم بحكي عن الجنين، لكن ما بتعرف شو يعني A B C. لما بتولد وبلش تشوف، بتبلش تشوف الأحرف A B C D E F G، تبلش تنطق. قال سمعانتهم بس ما بعرف. سمعانتهم بس ما بتعرف وين بالضبط. هذا موضوع تعليمي من هي امرأة حامل. بالضبط. وقبله يعني لغاية الأسبوع 23 من الحمل هو العمل على السيدة الحامل نفسها لحتى تكون دائما أعصابها هادئة، لأنه بالاسبوع 21 الجنين بيسمع صوت قلب امه، فبالتالي اذا كان صوت القلب غير منتظم، متسارع او متباطئ، بيجي الجنين متوتر اصلا. فهذا بهالدقه يعني الموضوع. استاذ جوان، نحن حابين نسمع منك يعني ممكن مثال عن طريقه العلاج وعن طريق الموسيقى، ذكرتنا بعض الحالات حكيت لنا عنها، حابين نسمع كيف بتعالج بالموسيقى. هلا قبل ما نسمعكم، هو في اكثر من اتجاه، في استماع مباشر وهذا ضروري كثير وخصوصا اذا في حاله معينه، في استماع للجنين عن طريق الام، يعني الام اذا حطيت لها موسيقى، اذا هي بتحب هاي الموسيقى يسمعها الجنين، هي اولا، او المكبرات الصوت او الهيدفون تحطها على بطنها، وبالتالي عن طريق اهتزاز السائل الامنيوسي بيصير يسمع الجنين، او بالعزف المباشر، او في حاله سالتيني عليها تحت الهواء هي تعليم الموسيقى، هي بنحكي فيها بعدين. هلا نحن اذا بدنا نعمل تجربه صغيره، طبعا هي تجربه عامه وصغيره كثير، نحن هلا على الهواء ما معنا وقت كثير، لكن رح نعمل تقريبا دقيقتين من الاسترخاء. اذا قدرنا هلا، واذا جرأتوا وغمضتوا عيونكم على الهواء، شوفوا كيف بنجرب. يلا
أكد أن أسترخوا المشاهدين. هذا مثال طبعا مثال بسيط كتير. نحن بالعادة بنعمل جلسة بين 12 إلى 20 دقيقة حسب الحاجة، وهي جلسة بيكون لها سبب. يعني قد تكون سبب الاسترخاء، قد تكون سبب محفز ل خلينا نسميه رد فعل، يعني نحن بشكل عام بنعرفه باسم طرب. يعني بنقول فلان انطرب. شو يعني انطرب؟ انطرب يعني عمل ردة فعل على الشيء اللي سمعه. قد يكون ردة الفعل حركية، فجأة بتلاقيه رقص، أو بدون ما ينتبه قال كلمة الله، صرخ قدام الكل، أو سفق مثلا، أو بكي. يعني يا شعر بالسعادة، يا يمكن حفز هذا الشيء حزن عنده، أو ممكن أي يحفز أي إما ردة فعل عاطفية، بكي، ضحك، نعم مثلا، أو ردة فعل خليني أقول حركية. هاي اللي معناتها وصل إلى حالة طرب، معناته الموسيقى أثرت فيه. هل أنا بدي أعرف لما بيكون في عنا حالة مرضية، بيجي بسأل المريض أنه أولا طبعا لازم أعرف البيئة اللي عايش فيها، نوعية الموسيقى اللي بيسمعها، لأنه ما بصير أفرض عليه موسيقى هو ما بيحبها وإلا ما مستفيد شيء. بعد ما نعرف شو الحالة ونوع الموسيقى، برسم له خطة علاجية. بعرف أنا مثلا أريج اليوم هي بحاجة لأنه حفزها مثلا لأنها تبكي، فبعطيها شيء على مدى أسبوع بحفزها لأنها تبكي. تبكي مو حزنا، أرجو أن نفهم هالقصة، حتى تفرغ، حتى تتخلص من شيء زعجة. والعكس صحيح طبعا، هذا بصير عبر دراسة مع المريض بحيث أني أعرف شو هي حتى وسائل التعبير عندي. يعني في ناس ما بتحب ترقص، في ناس ما بتحب تبكي، في ناس بتحب تكتب مثلا، في ناس بتحب ترسم، هذه العلاقة. طيب استاذ جوانك، خلينا نعطي كمان مثال، من نستثمر وجود حضرتك ووجود العود يمكن لحتى ياخذوا امثله الاشخاص عن كيف بيتم العلاج. اذا بدنا نعطي حاله، توصف لنا حاله وممكن شو بتعزف لها خلال هيك دقيقه، يعني اكيد هو ربع العلاج. المشكله انه الوقت صغير، الوقت صغير طبعا، يعني ما حتكون واضحه، بس انه كمثال. بس بكل بساطه فيني هلأ أعملكم جزء من شيء له علاقة بالاسترخاء، اللي هو تحضيري خليني أسميه. في أكيد كلياتكم بتعرفوا الحدائق والأدغال، الأدغال الكبيرة. فخلينا نتخيل هلأ كلنا أنه نحن قاعدين على رأس جبل، عم نشوف هاي الأدغال الكبيرة، ألوان مثل ما أنا شايفين خلفيتكم تماماً، هاي الألوان الأخضر إذا بتطلعوا بتشوفوا في أكثر من لون أخضر موجود. بما أنه الصورة كثير مساعدة، يعني خلينا نتخيل هذا الخضار، خلينا نضيف عليه شوية بحيرات مي مع شلالات، وإذا بخت مطر معلش فليكون شوية عصافير. نحن قاعدين على رأس الجبل وبهدوء عم نراقب هذا المشهد، بهدوء نراقب هذا المشهد فقط. نعم. لا أكثر. طبعا هذا بيحتاج إنه شو نعمل؟ نغمد عين. هي للمشاهدين كمان. Thank you.
طبعا هذا اللي حكينا هلا اذا لاحظتوا انا قصدت نقصر كثير بهالدقيقه اللي عزفناها، يمكن اذا كنتم ممضين عيونكم ما حسيتوا باللي اللي حواليكم. هذا اللي بدنا نوصل له. من شوي كانت ميسن عم تقولي ما عم بسمع المخرج عم يقول هيك. هذا معناها وصلنا الى تعريف الموسيقى مثل ما كان يقولها الفارابي، الغاء الاحساس بالزمن. ما عاد حسينا بشيء حوالينا، يعني عمليا تخدرنا. تمام. يعني نحن ان شاء الله تكون وصلت الفكره. هي بدها ان شاء الله يمكن يعني هي بدها وقت اكثر. بس نحن اكيد بنتمنى لكل الاشخاص دائما الراحه والهدوء اللي تعمل لهم. نحن بنشكر كثير وجودك معنا اليوم استاذ جوان. واكيد استاذ جوان موفق بهذا المشروع اكيد يلي عم يحقق فائده كثير. شكرا لوجودك معنا بهالصباح. شكرا لكم وشكرا للشباب الكنترول. فيني اقول انه نحن يوم الثلاثاء موجودين دائما بمركز دمر الطبي، اي حدا بيحب يجي لاي استشاره وخصوصي للاطفال. اهلا فيكم. شكرا كثير لك استاذ جوان.